الأصل أن المسلم إذا لقي المسلم يسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أكمل السلام 30 درجة. مسلم كان جوكني كنت رأو أي سلام أي كني هاي كان بأن أي سلام أي كني نوي بين لنن كنت بأن نو كان رهوت دول 30 درجة. تحية أهل الإسلام هي السلام. كان سمعكم ربع إسلام كسلام. إذن عندما ألقى المسلم لابد قبل الكلام أن أسلم عليه السلام عليكم أقل شيء. بيرك يوم جوب مسلم من بيرك دام سمدي تكون جمعك ترو أو سلام يعني الآن ما يفتتح به البعض عندكم مثلا عندما يلقى مثلا يقول له صباح الخير أو كذا من الكلام المعروف عندكم، هذا أكبر خطأ، هذا مخالف للشرع. عندما تلقى أخاك أول شيء تبدأ به السلام عليكم. نعم. جن نبي دايجين شوف كني دايجين كاسم باي ري دايجين باي سم داي نبي دايجين شوف سما كوم كني نين كي جين ميجين ها أروم سوس داي ري سايون سوس داي بنتاي نين كي جيرين خام مو دب توي يبدي إسلام جام بان أواي داي ترام تراو نم إسلام جام بان كي يب تراو أو سلام أو كني. نعم. كذلك المصافحة، الرجال يصافح الرجال والنساء يسلم على النساء. جن داي كان جاب ناي كي ربيه براه نم براه كي جاب ناي كني هاي سترىي كي جاب ناي كني ربيه يحرم على الرجل أن يصافح المرأة الأجنبية. تسلم عندما تدخل وتسلم عندما تخرج. تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. إذا دخل إنسان ولم يسلم عليك تعلم وتقول لابد من إفشاء السلام، إلقاء السلام قبل الكلام. إفشاء السلام، السلام. يسلم الصغير على الكبير. ويسلم الراكب على الماشي. من أسباب المحبة التي تكون بين المسلمين إفشاء السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتحابين فيه. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتحابين فيه. نعم.